أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يفهم من نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ابن خفيف عليه رحمة الله أنه يوافقه في خصوصية الرؤية بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ الشيخ قال في نهاية النقولات صرح بأنه ما كل ما نقل عنهم يرتضيه، ولكنه نقله من أجل أخذ ما فيه من الحجة والفائدة، ولا كل ما نقل يرتضيه، وصرح بهذا، وسيأتيكم إن شاء الله. نعم، فلا يلزم من نقله أنه يرضى كل ما قالوه. نعم.